بعد ما طابت اللوبيا ودقتها من الملح، قدمتها في هذا الطبق وزينتها بالقزبر المعدنوس. أتمنى تعجبكم وتجربوها. وهذا وقتها القطاني، هذا وقتها في فصل الشتاء، وجات لذيذة بديك المعلقة ديال المسخن والشحمة، جات لذيذة. أتمنى تعجبكم وتجربوها، وما تبخلوش عليا باللايك وبالابوني، واللي ما مشتركش يدخل يشترك. وكنشكر الناس اللي تكتبوا لي التعاليق زوينين وكيشجعوني من جميع الدول العربية والأوروبية والأمريكية. أتمنى يعجبكم وتجربوه. نبقاو مع الوصفة. السلام عليكم، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم بغيت نشارك معكم اللوبيا الخضراء. أنا رطبتها في الماء ليلة كاملة، واليوم الصباح رانا نقيتها وغسلتها شي ثلاثة المرات. وبالنسبة للمقادير، عندي معلقة السمن، عندي نصف معلقة ديال الإبزار، عندي معلقة ديال السكينجبير، معلقة البابريكا، شوية الملحة، وعندي شوية المسخن، وعندي هنايا ثلاثة الفصوصة ديال الثوم، وعندي زيت العود، وعندي واحد شوية ديال الشحمة ديال البقري أنا مدوبة ودير لها لقامة، عندي القزبر والمعدنوس، واحد جوج معالق كبار، عندي ثلاثة مطيشات محكوكين، وعندي البصلة، بصلة حكيتها وحدة مويان. خديت واحد الكوكوت درت فيها تقريبا شي جوج لتر ديال الماء تيغلى. دابا غنزيد عليها اللوبيا. نزيد عليها القزبر والمعدنوس، بصلة، نزيد عليها مطيشة تقريبا نص كاس ديال زيت العود، نصف كاس نزيد عليها السمن، التوابل والتوابل، وهذيك الشحمة. نخليها حتى تغلى، عاد نسد عليها تقريبا راه شي اللوبيا شي نص كيلو. نخليها حتى تغلى عاد نسد عليها. بعد ما غلات الكوكوت انا غنسد عليها تقريبا ربع ساعة، غنسد عليها وندير الصفارة ونخليها شي ربع ساعة ونشوف عاوتاني الا خصها طيب راه مزيدة. بعد ما طابت اللوبيا ها كيفاش جات لذيذة. وهذا وقتها فصل الشتاء كتليق لي غير القطاني. جات لذيذة مع المساخن ومع هذيك الشحمة هي لذاتها. نتمنى تعجبكم وما تبخلوش عليا باللايك، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.